بالنسبة للنويز ان انجل موديليشن، احنا ما راح ندخل بالاشتقاق، فقط هذا ملخص القوانين، لذلك راح نكتفي بملخص القوانين. هذه بالنسبة لل هنا عندي نويز بالبي ام، هنا عندي بالنسبة للاوتبوت، هنا بالنسبة للانبوت. طبعا هي ما بيها شيء، يعني مجرد قوانين، ما بيها اشتقاقات، ممكن انه اكو بعض التعويضات. هسه هنا عندي مثلا السيجنال تو نويز ريشيو بالنسبة للبي ام، هنا راح تكون بهالشكل اللي هي A في K أس تربيع مين سكوار M of T على 2 أتا في B. أو ممكن تكتب بهذا الشكل. الأفضل إنه قانون تقروه، وإذا بيفت شي تعويض قانون مكان آخر إنه تطبقه، ما بيشي بسيط جدا. هنا دلتا أوميجا هي K في في M في، هنا أنا راح نعوض بالمعادلة، فهنا عندي المعادلة حتكون بدلالة الدلتا أوميجا. وطبعا بالنسبة إذا كانت الموديليشن هي تون، فالأم أوف تي هي أم أوف تي هي أم بي في كوساين أوميجا سي تي، فبالنتيجة عندي المين سكوير مش راح يكون أم بي تربيع على 2، وبالنسبة للمشتقة راح يكون ماكسيموم للمشتقة يساوي أم بي في أوميجا أم. وأيضا راح نعوض بالمعادلة مع سيجنال تو نويز ريشيو، وراح تطلع لي السيجنال تو نويز ريشيو بهذا الشكل. هنا عندنا النويز بالنسبة لل FM معادلات، هنا أيضا عندنا ال N out N I S out و ال S I. هنا عندنا ال signal to noise ratio بالنسبة لل FM، وأيضا هنا راح نعوض مكان ال delta omega، مجرد تعويضات بسيطة. الاشتقاق احنا قلنا مضينا. وايضا هنا بالنسبة للتون موديليشن المين سكوار حيكون ام تربيع على 2، ايضا تتعوض بالقانون، فبالنتيجة القانون النهائي طبعا بعض التعويضات راح يطلع هو 3 على 2 في دلتا اوميجا تربيع دبل على دبليو ام اس اي اتا بي. طبعا هنا بالنسبة للاف ام، هنا عندنا السيجنال تو نويز ريشيو يزيد بمقدار سكوير مع الباندويث، فراح نستنتج انه زيادة السيجنال زيادة الباندويث الى ضعف راح ينطيني السيجنال تو نويز ريشيو مقدار 6 دي بي. طبعا هذا الكلام يكون بالاف ام. الآن راح ناخذ example شامل. تطبيق لما أخذنا أن هذا example هو هنا عبارة عن an audio signal M of T given by cosine، اللي يعني هذه هي ال M of T، هي cosine 2 pi في 10 أس 4 T. زين، هذه المسج أنه نريد ننقلها over RF channel. It is required that the receiver output signal to noise ratio 40 dB. Assume the system operates in the presence of additive white Gaussian noise with two-sided channel noise or spectral density اللي هو مقداره 0.25 في 10 أس ناقص 14 واط بير هرتز، والتوتال باور total path loss power هو 100 dB. Calculate the average transmitted signal power required if the modulation used with double sideband وال FM with delta F تساوي 10 kHz. هسا احنا قرينا السؤال، خليني نجي نفسر شنو معنى السؤال او شنو المطلوب. فكرة السؤال انه نعطيني مسج، هذه المسج هي عبارة عن كوساين،
وش قايل هماتين انه الـ signal to noise ratio بالاوتبوت هي 40 دي بي، ونعطينا الـ noise power spectral density ونعطينا الـ total path power loss. ده يقول ايش قد مقدار الـ transmitted power المطلوب اللي لازم يكون حتى يحقق لي signal to noise ratio بمقدار 4 دي بي. طبعا تحت هذه الشروط، يعني تحت انه شرط انه يكون النويز spectral density كذا قيمته، وايضا التوتال باث باور لوز هو 100 دي بي. يعني ايش قد لازم تكون الباور المرسلة، يعني هنا transmitted power نقصد بيها اللي هي بالموديليشن، يعني من بعملية الارسال، جقد تكون الباور المرسلة بحيث تحقق لي signal to noise ratio مقدار 40 دي بي تحت power spectral density مقداره 0.25 × 10⁻⁴ ناقص 14 و total power loss هو 100 دي بي. التوتال الباور الباث لوز هو شنو معناته؟ من الإشارة تمر خلال الشانل، هذه الإشارة راح تعاني من انعكاسات وانكسارات. نتيجة هذه الانعكاسات والانكسارات راح تفقد قيمة من الباور مالتها. فمقدار النقصان، مقدار النقصان بالباور خلال مرورها بالشانل اللي هو هذا اللي هو هسه سميناه بالباث لوز هو مقداره 100 دي بي. طبعا هذا يكون بالإضافة إلى النويز. النويز هي عبارة عن unwanted signal مثل ما ذكرنا تكون مضافة إلى السيجنال الأصلية، والنويز spectral density مالتها نعطيانا هو 0.25 × 10⁻⁴. لكن الباث لوز هو شنو؟ هو مقدار نقصان الباور المرسلة، يعني هذه الباور اللي دندزها راح تنقص بمقدار 100 دي بي. فلازم ناخذ هذا النقصان بنظر الاعتبار، ولازم ناخذ تأثير النويز الـ additive white Gaussian noise بنظر الاعتبار حتى نحسب الـ transmitted power اللي المفروض تكون المطلوبة حتى يتحقق الـ signal to noise ratio بالاوتبوت بمقدار 40 دي بي. هذه هي فكرة السؤال. هسه راح نجي على الحل. أول شيء راح نحل الـ double side band suppressed carrier. إحنا شنو نعطينا؟ نعطينا signal to noise ratio بالنسبة للـ double side band suppressed carrier هو 40 dB. طبعاً من أحل إحنا لازم نحول من الـ dB إلى الـ ratio. فبما أنه الـ signal to noise ratio بالنسبة، يعني من أريد أحول يعني معادلته بالدي بي هو 10 لوج السيجنال تو نويز ريشيو بالريشيو، فهنا السيجنال تو نويز ريشيو هنا بالريشيو فاليو ايش حيكون؟ هو عبارة عن 10 اس السيجنال تو نويز ريشيو بالدي بي على 10. هذه مهمة جدا، يعني لازم يتحول بالبداية، نحول قبل لا نبدي بالحل. فبالنتيجة السيجنال تو نويز بالريشيو بالريشيو راح يكون 10,000. زين، اي يعني هنا 10^4. ليش؟ لانه السيجنال تو نويز ريشيو بالدي بي هو 40، فأربعين على 10^4 10^4 راح يطلع هو السيجنال تو نويز ريشيو بالريشيو، يعني مو بالدي بي. زين، نجي هنا عندي شنو نعطينا بعد؟ الباور سبيكترال دينسيتي اللي هو 0.25 × 10⁻¹⁴. زين، الاف ام 10^4 مين طلعناها؟ طلعناها منا، هذه 10^4 مو هي الام او تي، هي عبارة عن هنا كوساين نعطينا بشكل نعطيانا بشكل تون، فعندي 2 باي اف ام، ف 2 باي هذه الاف ام هي 10^4. زين، الباث لوز باور يعني هنا عندنا بالدي بي هو 100 دي بي. ايضا الباث لوز هسه راح نشوف شلون راح نستعمله بالحساب، وايضا لازم نحوله الى الريشيو. زين، احنا شنو اللي نحتاج؟ ان عندنا هذا القانون مال signal to noise ratio اللي هو SI على ETA في FM.
زين الآن إحنا شنو بالبداية حتى نحسب الـ transmitted power لازم شنو نحسب؟ لازم نحسب الـ SI. زين حتى نطلع الـ SI لازم شنو عندنا؟ لازم عندنا الـ eta والـ FM والـ FM والـ signal to noise ratio. زين signal to noise ratio طلعنا اللي هو هذا، بس شنو باقي؟ الـ eta اللي هي شنو منين نطلعها؟ اللي هي شو تمثل لي؟ إحنا عندنا الـ power spectral density eta على 2. بور سبيكترال دينسيتي هو ايش قد قيمته؟ 0.25 × 10⁻¹⁴. طرفان بوسطين الاتا هي شو تساوي لي؟ 2 في البور سبيكترال دينسيتي وتساوي لي 5 × 10⁻¹⁵. طبعا هذه للتوضيح. هذه طلعت، اجي اعوض صارت عندي كل الاشياء اريدها. ايضا هنا طرفين في وسطين، يعني هنا نصير signal to noise ratio في eta fm راح شنو يطلع لي؟ راح يطلع لي الاس اي. زين هذه قيمة الاس اي اللي هي 5 × 10⁻¹. الاس اي مثل ما تتذكرون قبل شوية من شرحنا بانواع كل انواع الموديليشن وين يكون مكانها. احنا عندنا هذه الانتنة، هذه الباند باس، الـ SI وين يكون مكانها؟ يكون مكانها هنا. يعني شنو؟ يعني يكون مكانها بالريسيفر بعد ما يمر بالباند باس فلتر. زين المطلوب شنو؟ المطلوب شنو يريد؟ يريد الـ TX transmitted power. الـ transmitted power وين يكون مكانه؟ هنا طبعا عندي ايضا هنا موديليتر وهنا عندي انتنة. هنا يكون مكان الـ ST اللي هو Transmitted Power اللي هو راح يكون بجزء الموديليشن. طبعا الرسم يعني كلش مو واضح. هنا عندي هذا جزء الموديليتر، هنا يكون مكان الـ ST. هسه احنا شنو طلعنا؟ احنا طلعنا هذا. احنا شنو اللي نريده بالسؤال؟ اللي نريده هو هذا. زين شلون نطلعه؟ هسه راح نجي نشوف هذه الاس اي من واصله لهنا شنو مار بيها؟ مار بيها النويز. النويز احنا حسبناه من خلال يعني مؤثر بيها النويز، ومؤثر بيها ايضا يعني صاير بيها نقصان بالباور نتيجة الباث لوز. زين تأثير النويز احنا حسبنا تأثيره على السيجنال من خلال حساب السيجنال تو نويز ريشيو. زين هسه بعد شنو بقى؟ بقى لازم مقدار الخسارة اللي خسرها خلال الشانل نتيجة الباث لوز لازم يعني نحسبها حتى نطلع مقدار الـ transmitted power الأصلية. يعني هسه نجي عندنا الـ path lose بالـ dB هو جيد 100 dB، فبالنتيجة 10⁻¹⁰ راح يطلع لي الـ path lose power. زين هذا النقصان بالـ power اللي هو نتيجة الـ path lose لازم أني أعوضه بالـ SI حتى أطلع الـ signal الأصلية. فبالنتيجة راح نضرب عندي الـ ST هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن الـ L في الـ SI. راح أضرب الـ Power at the input of demodulator اللي هي بعد ما استلمناها ومرت بالشانل، راح أضربها بمقدار الـ Power اللي هو الـ Power هذا نتيجة اللي صار نتيجة الخسارة بالـ Path Lose. يعني كأنما هذه الخسارة مال الباث لوز راح أرجعها شقد هي، يعني شقد السيجنال خسرت نتيجة الباث لوز، هذه الخسارة لازم أرجعها بالسيجنال باور حتى من أرجعها أعرف شقد حساب الترانسميتد باور. ليش؟ لأنه هاي الترانسميتد باور هي هنا قبل الخسارة، يعني قبل ما تخسر نتيجة الباث لوز، وهنا عندي الاس اي هي بعد ما خسرت نتيجة الباث لوز. فمن اني هنا حسبت بعد ما خسرت نتيجة اللي خسرت مقدار من الباور نتيجة الباث لوز، فلازم اطلع هنا القيمة اللي هي قبل الخسارة.
فبالنتيجة لازم قيمة الباور اللي هي قيمة الخسارة نتيجة الباث لوز لازم أني أعوضها بهذه السيجنال حتى أطلع هنا السيجنال باور اللي هي ما قبل الخسارة. فبالنتيجة عندي ال ST هي L في SI، فال SI هي ال L هي 10 أس 10 في 5 في 10 أس ناقص 7، فبالنتيجة ال ST هي عبارة عن 5000 واط. بالنسبة لل FM نفس الشيء، هنا نفس الفكرة، تعويض مباشر، هنا نفس الشيء، نطلع نحول ال signal to noise ratio قيمتها إلى من الدي بي إلى الراتيو، وهنا عندي power spectral density وال FM وال path loss power وال delta F. ال signal to noise ratio هنا 10 أس 4، هنا كلها نفس اللي هسه حسبناه بالفرع الأول. زين، هنا شو نحتاج؟ نحتاج نحسب البيتا. البيتا هي دلتا اف على اف ام. دلتا اف معطى بالسؤال، واللي هو جد 10 كيلو على 10 أس 4 اللي هو همتين 10 كيلو بالنسبة للاف ام، فالبيتا راح تطلع 1. فهنا عندي هذا هو القانون مال الـ signal to noise ratio بالنسبة للـ FM. تعويض مباشر، هنا احنا شنو نريد؟ نريد نطلع الـ SI، نفس الفكرة بالضبط اللي طبقناها بالفرع الأول، لكن هنا أنا بالنسبة للـ FM. فالـ SI هنا مجرد طرفين بوسطين، راح تكون تساوي 2 في ايتا في اف ام signal to noise ratio على 3 في البيتا تربيع. اش راح يطلع لي الاس اي؟ راح يطلع لي 3.33 في 10 اس ناقص 7. طبعا هذه مو من هذه ما لها علاقة بهذا الرقم، هذه تكملة 3 في 10 اس ناقص 3 في 3.3 في 10 اس ناقص 7 واط. زين، هسه نفس الشيء من نريد نحسب الترانسميتد باور لازم نحسب الباور اللي بالارسال واللي هو قبل الخسارة نتيجة الباث لوز، لازم نعوض مقدار الباور اللي خسرته السيجنال نتيجة الباث لوز. فنفس الشيء عندي هذا الاس اي اللي طلع لي منه، راح اضربه بمقدار الباور اللي خسرته السيجنال نتيجة الباث لوز اللي هو 10 أس 10، فالـ ST راح يطلع 3333.333 واط.